اليوم راح أحكي عن حشرة بتسبب أمراض جلدية خطيرة. هاي الحشرة بتسبب ضرر، بتسبب حكة، بتسبب عدوى. هاي الحشرة كثير خطيرة على الإنسان، وهي حلم الجرب. حلم الجرب أو الحلم القارمة. إيش يعني حشرة الحلم القارمة؟ هي الحشرة التي تسبب مرض الجرب. في كثير أشخاص ما بيكونوا منتبهين لهاي الحشرة، وهاي الحشرة ما إلها علاقة بالنظافة. هاي الحشرة بتسبب أو بتصيب العديد من الأشخاص، وممكن يصعب تشخيصها. فأنا اليوم راح أركز على الحشرة اللي هي بتسبب مرض الجرب، وهاي الحشر نفس ما حكيت لكم هو نوع من أنواع الحلم. تنسوا إن عجبكم الفيديو عمل لايك واشتراك في القناة، ونفس ما حكيت لكم ودائما بحكي لكم عمل أي ملاحظة تعليق في أسفل الوصف. بتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وإن شاء الله ينال الفيديو جديد للحديث عن الحشرة التي تسبب مرض الجرب، وهي الحلم القارمة، نوع من أنواع الحلم، حيث يقسم الحلم لثلاث أنواع: نوع يصيب النبات، ونوعين آخرين يصيبوا الإنسان أو يسبب أضرار للإنسان، مثل عثة الغبار. هذا نوع من أنواع الحلم المعروف بعثة الغبار. وفي نوع الحلم اللي هو يسبب المرض الجرب، اللي هو المرض الجلدي الذي يسبب حكة شديدة، وهو نوع من أنواع الحلم. فاليوم راح أركز على هاي الحشرة اللي بتسبب مرض الجرب. يعد الجرب أحد الأمراض الجلدية التي تتميز بظهور حكة شديدة تسببها مجموعة من الطفيليات، تسمى الحلم القارمة الجربية، وهي أحدى أنواع المفصليات التي تتكاثر داخل طبقات الجلد. خلينا نشوف ما هي الحشرة، ما هي الطفيليات التي تسبب مرض الجرب، أو الحلم، أو نوع الحلم الذي يسبب الجرب. هو نوع من أنواع الحلم يطلق عليه اسم القارمة الجربية، يكون في الطبقة العليا من البشرة، وتضع فيها الأنثى البالغة البيوض، ويفقس البيض في غضون 3 لـ 4 أيام. إذن نفس ما حكيت لكم، إذن الحشرة أو عفوا الطفيليات التي تسبب مرض الجرب هي عبارة عن نوع من أنواع الحلم، بيكون موجود على البشرة أو على الطبقة السطحية للبشرة حتى تضع الأنثى البيوض، والتي تفقس خلال 3 لـ 4 أيام. يصبح حلم بالغ في غضون أسبوع إلى أسبوعين، وبعد 4 إلى 6 أسابيع يحدث تفاعل لدى المريض لوجود بروتينات الحلم وبرازه في جحور الجرب، يسبب له حكة وطفح جلدي شديدين. يعني أنا بنصح أي شخص بشوف هاي الحشرة على الجسم أو بدايتها إنه يراجع طبيب مختص مباشرة، لأنه هاي الحشرة ممكن تنتقل لشخص سليم عن طريق اللمس، أو عن طريق استخدام مثلا استخدام الملابس، استخدام الفرشات. فهاي الحشرة بتم انتقالها، وهو نفس ما حكيت لكم يسبب هذا المرض نوع من أنواع الحلم. من أبرز أعراض الجرب الحكة الشديدة في الجلد، وتزداد حدتها في ساعات الليل. تظهر الحكة لدى الأطفال وكبار العمر بشكل أكثر حدة، وقد يعاني الأطفال من آثار جانبية حادة على سطح الجلد. يعني هي الحشرة بس بدها خبرة حتى الشخص أو الطبيب يقدر يميز هاي الحشرة. ونفس ما حكيت لكم، في معظم الأحيان تبدأ الأعراض بالظهور على الأشخاص بعد عدة أيام من الإصابة للمرة الأولى بالمرض. أسباب وعوامل خطر الجرب. تنتشر طفيليات القارمة الجربية بواسطة الملامسة المباشرة مع شخص مصاب بالمرض، وقد ينتشر مرض الجرب أيضا جراء استعمال الأدوات الشخصية مثل المنشفة أو غطاء السرير للشخص مصاب. لذلك فقد يصاب عدد من أفراد العائلة بالمرض في الفترة نفسها، وقد ينتقل شخص مصاب المرض إلى شخص آخر قبل ظهور الأعراض لديه. إذن هاي الحشرة بتنتقل عن طريق الملابس، المناشف، التواصل المباشر في الشخص المصاب. لذلك يعني أنا حبيت أشرح لكم عن هاي الحشرة بالذات، لأنه هاي الحشرة بتسبب خطورة على معظم الأشخاص. وغير هيك أنه أحيانا صعب أنه الحد يقدر يميزها،
او صح صعب على الاخص انه الواحد يقدر انه يقدر يشخصها لحاله او ما يكون عنده اي خبرة خصوصا في الحشرات وانواع الحلم المختلفة. فبتمنى انه الفيديو ينال اعجابكم، وبتمنى عمل لايك واشتراك.